ما الغفلان لها مولى البنان دمهر يا شنب بدر الجمال يزيني بدر الجمال بدر الجمال أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من مسيرة الفنان الكبير محمد فارس رحمة الله عليه. محمد فارس مثل ما ذكرت في الحلقة اللي طافت ما كان مرتاح من التسجيل في حلب، وبعد ما عرض عليهم محمود إسماعيل الساعاتي في 1938 التسجيل إلى شركة هيز مستر فويس، وافق محمد فارس. وهذا التسجيل طبعا الثاني، سجل التسجيل الأول وهذا التسجيل الثاني حق شركة هيز مستر فويس. يقول عبد الحسين أن العقد يعني اللي سواه محمد فارس مع والده نفس العقد القديم اللي هو 100 ربيع للإسطوانة، واتفقوا على هذا الشيء. لكن محمد فارس قال لهم أن أنا بيروح معاي أخوي صقر بن فارس. صقر بن فارس ضارب على الإيقاع جيد، ويعني يأنس له لأخوه. مشوا على هذا الاتفاق ومشوا على نفس الرحلة اللي ذكرناها قبل في العدد في الحلقة الأولى، ومثل يعني ما قلت لكم انه هالمرة قال لهم لازم يكون موجود صالح الكويتي. ترى اقول لكم اذا ما محمد فارس غير موجود انا ما راح اسجل. قالوا لا ان شاء الله محمد فارس، قالوا تلقى ان شاء الله صالح الكويتي موجود. وفعلا راح ولقى صالح الكويتي موجود، فاكتملت أو اكتمل مزاج محمد فارس عدل. طبعاً وجد صالح الكويتي وابتدى معه البروبات وكل حاجة وكل شيء، وسجل حقيقة محمد فارس في هذه الرحلة 11 صوت. سبحان الله، وكان يودع التسجيل رحمة الله عليه. سجل الصوانات ما زالت عايشة حتى اليوم. في هذه الرحلة سجل محمد فارس 8 اسطوانات، ولكن في بعض الاسطوانات تسجلت كذلك ولكن ظهرنا مبراضي عليها وألقاها، لكن احنا لقيناها بعدين عن طريقة واحد طريقة قصتها غريبة. أنا اللي لقيت الاسطوانات هذه وخذيتها لصوت وديتها إذاعة البحرين، وما زالت ومن جزائي ما أعرف إيش هذول الأصوات اللي لقيناهم. التسجيل اللي سجله محمد فارس في 1938 صوت الله اليوم، صوت بحريني، وختم يقول بمعجب نهار الأحد، صوت يا من عليك التوكل والخلف، صوت بحريني، وصوت يحيى عمر قال ما شان المليح، صوت بحريني، صوت اغنم زمانك، صوت يماني، صوت ان العوابل، صوت يماني، صوت لمع البرق اليماني، صوت شحري، صوت دمعي جرى،
صوت صنعاني. هذه هم الأصوات اللي تسجلت في 1938. أنت وقف عن صوت دمع جراء اللي قال عن أن هذا صوت أو طبع في الأسطوانة عليه أن هذا صوت صنعاني وهو صوت شامي لا أعرف، لكن محمد فارس هو اللي وضع التسميات، هو اللي وضع التسميات للأصوات، هو اللي قال هذا صوت شحري، هذا صوت يماني، هذا صوت بحريني، هذا صوت يماني شرغين، وهذا كله محمد فارس هو اللي يعني قال عن صنف الأسطوانات وصنف أساميها، فما نقدر نقول أي شيء، لكن هو صوت شامي، ولكن هو يقول صوت صنعاني دمع جر، نقول إحنا بعد صوت صنعاني لأنه هو راعي الحلال على ما يقولون. فهذه التسجيل من أروع التسجيلات، 8 أسطوانات عاشت حتى هذه اللحظة، من 38 إلى هذه اللحظة، تسجيل جميل وموفق إلى أبعد الحدود. من الأسطوانات حقيقة اللي سجلها محمد فارس وذكرناها في أكثر من صوت يعني جميل ويعني يجب أن نتوقف عنده، كلهم حلوين، لكن ممكن نسمعكم صوت يحيى عمر قال ما شان المليح، صوت بحريني. خلانا يا حبيبي نستريح سيدي بنشرب ما صغير لا بنشرب أنا الذي بالبحور أصبح صابح لقلب أمامن ألاني خايفة لقلب أمامن عمن ولا على خلتا يا أحيا على باب الطاري بردانا يا خلما يا سيدي بردانا يا خلما والله لو انهبت وازعق واصيح والله لو انهبت وزاد واصي ريح وقول هذا نهب لي مختفى يا سيدي بقول يا سيدي
على طاب طاب السماء وأزمارات من الأطفال يا من يريد الحزن على يا من يريد الحزن يصبر على جرى ما كان وانا أنا ذكرت لكم حقيقة ثمان أسطوانات وهما كان الاتفاق على 11. الثلاث كانوا مفقودين، ثلاث ما عرفنا لهم أسباب ولا درينا شو اللي حاصل، ولكن بعد سنين طويلة كنت في الساعة أنا أعمل في إذاعة البحرين في السبعينات، في بداية السبعينيات، وياني الأخ عيسى جاسم رحمة الله عليه الملحن المعروف، وقال لي ترى في واحد عنده أسطوانات حق محمد فارس ولا أسطوانات، يعني بعض الأسطوانات ولكن كلها يعني سمبل أو نموذج يعني من الأسطوانة ما عليه الشركة لكن عليه بس ليبل أبيض هاللون مكتوب هاللون محمد فارس. قلت له خلنا نروح نشوف هذا اللي ايش عنده. رحنا انا فعلا لقينا واحد يبيعهم خباز، يعني ما له علاقه بالاسطوانات ولكن الظاهر لقيهم ولا احد قطه ما تعرف شو القضيه هذه، يعني رب العالمين عشان يعني يضيع هذا المجهود مال محمد فارس. حقيقه انا رحت له وقال انا ابي الفلوس يعني على طول، يعني هذه أنا بعطيهم الإذاعة المفروض يعني أن أكون يعني، لكن الإذاعة ذيك الساعة يعني لازم تسوي فيه أوردر وتروح فترة طويلة وذي يعني، فما في حل الريال يبيهم يعني الفلوس على طول. قلت أنا أدفع وتالي أعطوني حق الأستاذ إبراهيم كانوا رحمة الله مدير الإذاعة، قال له ما يخالف أنت البيع ما مشكلة يعني. المهم خذنا الأسطوانات، حقيقة أنا استغربت من الأسطوانات محمد فارس اللي غني لكن ما لهم ذكر، وأنا ما كنت عندي فكرة أن يعني محمد فارس سجل 11 ولا سجل 3، ما كان عندي فكرة يعني، الفكرة جت بعدين. فأخذت هذه الأسطوانات، هم ثلاث أسطوانات يعني ذكرت لكم أن هناك ثمان، وهذه الثلاث الأسطوانات اللي احنا لقيناهم، ولكن مع الأسف ما لقيناهم كاملين، كل واحدة نص والنص الثاني ما لقينا، ولكن في صوت محمد فارس وهذه المهم. هذه القضية، ولكن أقول لكم أسامي الأسطوانات. الأولى متى يشتفي هذا الفؤاد المعذب، حلو صوت جميل محمد فارس مغني فيه بس مع الأسف، وجه ثاني ولبرق الحمى
عهدا علي وموثقه. بعد عجيبة، وإن كنت تضمر لي في الحب إشفاقا. هذول الثلاث اسطوانات اللي أنا لقيتهم وجبتهم إلى إذاعة البحرين، وحقيقة بعد عشان يعني إحنا بس ما أخذنا هذول الاسطوانات، أنا أخذت معاهم كلهم الاسطوانات اللي موجودين، يعني هذا وكلهم بعض 150 ربي ولا 200 ربي ما أدري والله، كان فيهم سنابل من الأغاني لمحمود الكويتي وعبد اللطيف الكويتي وعبد الله فضالة. هو في الأول إحنا ما هو ما قال لنا محمد فارس فيهم، إحنا بس لقينا محمد فارس من عرض الكمية يعني بالصدفة يعني. وأنا حقيقة كنت شاك ذيك الساعة، ما أعرف صوت محمد فارس أو أميزي 100% يعني ما أدرك جيد، فأخذتهم لأحد يعني الملمين بمحمد فارس صح يعني أحد الأخوان يعني، وقال لا محمد فارس بدون شك. وبعد يعني أصيب بالذهول بعد ما شاف أو سمع الأسطوانات، قال سبحان الله يعني أما قالوا إن ما في ثلاث أسطوانات مفقود وثلاث، المهم فهذه لقيناها الأسطوانات ولها الحمد، هذه من ثلاث الأسطوانات. وأنا أفضل يعني إعادتهم من جديد بأصوات أخرى، ولكن الأستاذ عوض الدوخي حقيقة أعادهم بتمكن وكالعادة وأبدع فيهم. تعتبر رحلة 1938 هي آخر رحلات محمد فارس التسجيل. أو محمد فارس على فكرة عنده يعني مو بفكرة بس عنده يقين أن الفنان ما يغني كثير أو ما يسجل كثير ويطرح كثير من الأغاني، هذه غير صحيح العملية يعني. فمعه حق طبعا، بدون شك أنه معه حق، يعني 10 اسطوانات تكفي يمكن سنتين يعني. يعني حتى احنا في الالبوم قبل كان في 6 أو 7 او زادت 8 يعني، فتقعد سنه سنتين يعني او سنه يعني. فهذه الطريقه صحيحه بحيث انه يحافظ على نفسه وعلى انه ما يكون عنده انتاج كثير يعني. فتوقفت حقيقه الرحلات الغنائية في من بعد 1938 لسبب، في 1939 ابتدت بوادر الحرب العالمية الثانية وقعدت 5 سنين إلى 1945. طبعا توقف كل الانتاج بما فيهم محمد فارس ومحمد زوي لان ضاحي مريض في ذلك الوقت يعني. ولكن اللي حصل صارت نقله اخرى للاغنيه البحرينيه حقيقه في ذلك الفتره. فالاذاعه يوم افتتحت في 1940 حددت رواتب شهريه حق الفنانين البحرينيين على أساس أن كل واحد لليلة يغني فيهم الأسبوع، يعني هذا دليل على فنانين في ذلك الوقت كيف وصلوا، علشان يذاعون نشرة أخبار لازم يسمعون محمد فارس قبل أو زويد أو محمد عيسى علاي، يعني كلهم هذول ناس تسمعهم في ذلك الوقت يعني. عقب ما يخلص الذي أو قبل الذي الله أعلم متى يحطون نشرة الأخبار ويسمعون الناس الأخبار اللي يبونها. محمد فارس يأخذ 50 ربية، محمد زويد
40 ربية، محمد عيسى علاية 30 ربية. يعني ترى فكرة هذه ترى وايد البيزات اللي تفتكرونها قليلة في ذلك الوقت، لا وايد معاشات على ربية وعلى ربيتين، يعني 50 ربية وأربع ربية ثروة يعني. بعد كان في مطربين آخرين في هذه الإذاعة يغنون، منهم عبد العزيز برقبة، وكان يقدم يعني أغاني يمنية ويقدم أصوات ويقدم، كان يعني يقدم يعني أنواع من الأغنيات. بعد فيهم عبد الله فضالة يغني، داود سلمان كذلك يغني، كان يغني أغاني خفيفة. ففي مجموعة كبيرة من العيون، بعد بعض الفنانين من الخليج يغنون فيه هذه. بس هذه يعني أكبر دعاية. بعدين إذا ما قلنا محمد فارس أو زويل أو شيء، الأسطوانات شقالة طول الوقت في الإذاعة، ولكن محمد فارس ومحمد زويل وعلاية وفضالة والجماعة هذول كلهم يغنون على الهواء مباشرة. في هذه الحفلات يغني محمد فارس، قبل لا يغني يغني مقام من حق الصوت، وهذه طبعا الناس ما يسمعوا محمد فارس يغني مقام في الاسطوانات، ولكن هذه يغني قبل كل صوت يغني مقام. انتهت الحرب العالمية الثانية في 1945، لكن بعد سنتين توفى محمد فارس إلى رحمة الله. مع الأسف لو أمهل الوقت سنة أو سنتين كان أتحفنا بالعديد من الأغاني، لأن آلة التسجيل وصلت البحرين في 1948، يعني بعد وفاته بسنة تقريبا الآلة وصلت، وابتدت البحرين في مسار آخر، وصلت البحرين هي السنتر للأسطوانات وتسجيلها في الخليج. طبعا محمد فارس، وإحنا نختم الحلقة أو سيرة محمد فارس، طبعا الأصوات اللي سجلها عديدة من ألحانه، وألحان الحانة اللي تغنى فيها ضاحي بن وليد هذه ألحانة، والعديد من الأسطوانات اللي سجل محمد زويد في البدايات غالبا وأكثرها من ألحان محمد فارس. ولكن محمد فارس في نقطة مهمة جدا جدا، ماذا عمل هذا الرجل في فن الصوت؟ هو اللي أوجد التوشيحة للصوت العربي. يعني الصوت العربي كان ما في توشيحة قبل. محمد فارس يحسب لأنه اللي وضع التوشيحة أو النهاية للصوت. الصوت كان يتغنى بدون نهاية، لكن محمد فارس وضع له نهاية مقدمة ونهاية، مثل في الصوت العربي: على دمع عيني من فراقك ناظر، أي الصوت العربي خلى دن 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 أهلي طاب طاب السمر وأثمرت منها الأغصان يا من يريد الحسان. هذه توشيحة، هذه محمد فارس عملها للصوت العربي. أو يا للصوت الشامي وعمل له كذلك توشيحة، اللي هو صوت الشامي شنو؟ دمعي جرى بالخدود والجفن عافر رقادي وما طرى بالفؤاد. هذا صوت الشامي، هاي اللي سواه محمد فارس. فيا عمل له توشيح دن 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 يا أم عمرين
جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي أينما كان. هذه التوشيحة عملها هذه لولا النسيم وما أعرف إيش، هذه بعدين حطها على صوت الشامي وحط هذا لك على صوت العربي التوشيحة، فضبط الأصوات تماما تماما. المفروض كان محمد فارس يسجل يعني ألحان أخرى، ولكن حقيقة يعني توفى رحمة الله عليه وبقت الألحان محفوظة عند بالذات محمد زويد. محمد زويد حقيقة سجل بعض الأصوات اللي لحن محمد فارس، وهذه يعني يحسب له. محمد زويد سجل مثل صوت يلا يلا مع سولمين، هذا من أصوات محمد فارس، وسجلها حقيقة محمد زويد في 47 في الهند، وهذا الصوت من أجمل الأصوات اللي يعني تسجلت في ذيك الفترة في هاي الأسطوانة. وبعدين سجل محمد زويد كذلك الأسطوانة، هذه كلها يعني أما في نهاية الأربعينات تقريبا، مثل أو بداية الخمسينات تقريبا. مثلا سجل كذلك زويد صوت سلو حمرة الخدين عن مهجة الصبي، وصوت صنعاني دع ما سوى الله وسأل سجل بعد محمد، ولكن هذا الصوت يعني مشكوك فيه إن محمد فارس، ولكن كان يغني محمد فارس عموما يعني. ولكن الأصوات المؤكدة الاثنين اللي طافوا، وصوت جميل جدا يماني اسمه صوت بديت بك يا الذي تعلم، سجله محمد زويد حق إذاعة البحرين، صوت جميل جدا. وصوت شامي مال قلبي بعد سجله محمد زويد لإذاعة البحرين. فهذه كلها الأصوات يعني حقيقة يعني هذا اللي قدرت أنا أتوصل له من بعض الأصوات اللي كان محمد فارس يغنيها، ومختلفة عن الأصوات كلحنا عن الأصوات اللي سجلها محمد فارس في ذلك الوقت. هذه رحلة محمد فارس، رحلة مميزة وأثر الغناء البحريني وأوجد مدارس غنائية من بعده من تلاميذه. رحلة محمد فارس رحلة ناجحة بكل المقاييس، وقام بدور كبير في صياغة الأغنية البحرينية وعمل ألحان خالدة حتى هذه اللحظة. رحم الله محمد فارس رحمة واسعة، وإن شاء الله نراكم في حلقة جديدة لأحد فنانينا الكبار الآخرين. دمعي جرى بالخدود والجفن عاف الرقادي من ما طرى بالبواد، والناس عني رقود وانا بصوتي ينادي الزواج يا اهل الولاد. ايش محمد فارس كل جفا والصدود ممن صفى على ولادي والحيل على يزيد زين بالله تجود بالحب لي بالمرادي والتجوز على العينات.
وصل قابل البلد على وطيب عن كل سير تقيض عن غير عن كل حسود العاش هو المعادي من دون أزرع على الله جيدا وهو مدفئا وأخجل الغصن قدا وهو معتدل يدنو فيرحم أيوة ما القفلان لها مولى البنانا بدر الكمال يا بدر الكمال بدر الكمال